هذه السنة كيف كتعرفوا هي سنة 2022 اللي المغرب كيساهم في هذا المؤشر منذ 1997، وعندنا واحد رؤية طويلة المدى على هذا المؤشر والنتائج ديالو والمعاني ديالو. كذلك غنحاول نقدم لكم مؤشر الميزانية المفتوحة اللي هو مؤشر كيعطي فكرة على الوصول للمواطنين والمعنيين للمعلومة بالنسبة للميزانية والمالية العامة. وهذا المؤشر كذلك كنشتغلوا عليه مع واحد المنظمة الدولية منذ 2006، هذه النسخة الثامنة ديالو. وكذلك غنعطيو بعض المعطيات على المؤشر ديال الديمقراطية اللي هو عنده ارتباط وطيد ومهم بالنسبة للمشكل ديال الفساد والمشكل ديال غياب الشفافية. واحد بعض النقاط بالنسبة للناحية من الناحية المنهجية ديال مؤشر ملامسة الرشوة، هو مؤشر ينتج على أساس 13 ديال لي زونكيت اللي كيديروا من طرف مؤسسات دولية مستقلة ولا نعتبروا بأنها مستقلة، والنتائج والنقاط ديال هاد المنظمات المستقله اللي غنعطيكم الاسماء ديالها من بعد هي اللي كتستعملها ترانسبارنسي انترناسيونال باش تنتج المؤشر ملامسه الرشوه. وهاد المؤشر هو كان كيدار حتى 2012 من 1 الى 10، 1 هو المستوى الاكثر ديال الفساد، والمستوى ديال 10 هو المستوى الاكبر ديال ضمان الشفافيه والنزاهه. في 2012 كان تغيير منهجي بالناحيه ديال المنهجيه ديال هذا المؤشر، وبداو كيديروا المؤشر من 1 الى 100. 1 هو المستوى الاكثر فسادا، والمستوى 100 هو الاكثر شفافيه ونزاهه. وهذا المؤشر هو مؤشر ديال اللي تنتج على اساس رؤية ديال خبراء وديال رجال أعمال وناس وأشخاص اللي عندهم معرفة دقيقة بالنسبة للوضعية ديال الفساد في البلدان المختلفة. بالنسبة نعطيكم فكرة على المستوى العالمي بالنسبة لهذه النتائج ديال 2022، وعاد ندوزو للوضعية ديال المغرب من بعد. اولا تقريبا الوضعيات هي ماشي جيده بالنسبه لدول كثيره. عندنا ثلثين ديال الدول اللي دخلت في هذا المؤشر ديال 2022 عندها نقطه اقل من 50، كنا نقولوا بعباره مبسطه ما عندهاش المعدل، ولا في الحقيقه حتى المعدل ما خصوش ناخذوه، خص نكون مستوى عالي ديال الشفافيه باش يمكننا نحاربوا الفساد. والمعدل الدولي 43 على 100. تقريبا النتائج ديال 2022 كتبين بان 124 دوله هي في وضعيه اللي مستقره بالنسبه للوضعيه ديال الفساد. ومن بين الاشياء اللي كتبان في هذه النتائج هو الدول اللي عندها اما في وضعيه حرب ولا دي كونفلي ارمي اللي كانت ولا اللي كاينه حاليا، تاثير كبير على القضيه ديال الفساد. الفساد كينتشر اكثر في وضعيه الحروب، وضعيه ديال غياب لو فونكسيونمون نورمال ديال المؤسسات. دونك بين الدول، ولكن كاين بين الملاحظات اللي داروا على المستوى الدولي كيعتبروا بانه حتى الدول الديمقراطيه اللي غنشوفوا هي في المراتب الاوليه ديال الترتيب عندها نوعا ما مسؤوليه، لانها هي الدول الديمقراطيه من بينها بعد الدول الاوروبيه هي كتسمح باش لي ريزولتا ديال الفساد، البلانشيمون ديال الثروات اللي عندها من بعد من الفساد في المؤسسات ديالها. ودونك هنا كتطرح المشكل ديال المؤسسه ديال المسؤوليه كذلك الدول اللي عندها وضعيه في ترتيب جيد. دونك ملي هنايا في هذا الجدول كان كيبين اولا الدول اللي هما في راس الترتيب ديال مؤشر ملامسات الرشوه، وما كاينش
يا با سيربريز، لانه هاد الدول هما اللي كيكونوا دائما تقريبا في الترتيب المستوى الاول، الدنمارك، فنلندا، نوفل زيلاند، النرويج، سنغافور ايتترا، هادو من بين الدول اللي في الترتيب الاول تقريبا رتبه 8. وكاين الدول اللي في اخر الترتيب، كيف قلت يا كاين 180 دوله، عندنا اخر دوله اللي في الترتيب هي صوماليا، من بعدها كاين تقريبا كاين سوريا، السودان الجنوب، اليمن، ليبيا، ايتترا. وهادو دول اللي كتعاني من الحروب، كتعاني من هذاك، ولكن كتعاني من غياب الديمقراطيه لا من قبل ولا من بعد الحروب. دونك هادو هذه فكره عامه على هذاك. الدول اللي عندها مرتبه متقدمه كيمشيو في المستوى ديال 80 ما فوق، 90 87 ايتترا. والدول اللي في المستوى هنا نشوفوا لي سكور جوست ابري، والدول اللي هما في اخر الترتيب عندهم نقاط قل من 20 تقريبا. هنا في هذا الجدول كيبين بانه الدول المتقدمه جدا في الترتيب عندهم 80 الفوق، والدول اللي عندهم في الترتيب الاسوء من 20 تقريبا. كيف شتيو هي كمثال عاطي المغرب بنقطه ديال 38. دونك المغرب في هاد الدوره ديال 2022 عنده نقطه ديال 38. هذاك لو غرافيك اللي جاء على اليمين هو كيبين واحد النوع ديال العلاقه والترابط بين التطور الفساد والحروب اي الانسيكوريتي لي او كونفلي دارمي. دابا غندخلوا للوضعيه ديال المغرب اكثر دقه. حنا كجمعيه مغربيه لمحاربه الفساد كنتابعوا هذا المؤشر منذ النشاه ديالو، منه هذا، وكنحاولوا نشوفوا كيفاش الاشياء كتطور من سنه الى اخرى، ونكون عندنا فكره على الوضعيه عامه، ماشي من سنه الى اخرى، لان يمكن في سنه تتحول الاشياء، ولكن الاستمراريه ولا غياب الاستمراريه هو الشيء الاكثر اهميه. الوغ ما عطيتكمش قبل 2012، لانه كيف قلت لكم 2012 وقع واحد التغيير من الناحيه المنهجيه باش تكون المقارنه. خديت من 2012 حتى 2021 النقاط ديال المغرب. انتم كتشوفوا 2012 37، 2013 37، 2000 على 100 على 100، 2014 39. وحنا ماشيين السنه الاحسن اللي كانت هي غولاتيفمون بالنسبه لي هذاك 2018 43 نقطه، ومن بعد في 2021 هبطت 39 نقطه على 100. بالنسبه ل 2021 كنا ضيعنا نقطه، وكان تراجع في الترتيب. هذا ان غرافيك كي ريبريزونت الوضعيه اللي هضرت عليها من قبل ديال النقطه ديال المغرب من 2012 الى 2020. واللي اللي مهم اللي كيبين تعطينا في الانتباه بانه اولا 2022 وصلنا ترتيب ديال 94 بتراجع 7 ديال الرتب مقارنه مع 2021، وتراجع 14 نقط مقارنة مع 2011. دونك لا بغينا نشوفوه من ناحية المقارنة المغرب مع الدول اللي معنية بهذاك، المغرب هو في تقهقر وتراجع، و 2022 هي أعلى مستوى بالنسبة ديال الترتيب السيء للمغرب، لأن الطلع ماشي هو المزيان. سي با 2012 كنا في وضعيه احسن، كنا 2018 كنا في وضعيه احسن من ناحيه ديال الترتيب، كانت عندنا 73 رتبه 73. دونك فوالا المغرب على العموم هو في تراجع من ناحيه ديال النقاط ولا من ناحيه ديال الترتيب، ومن غير المقارنه ديال النقطه وديال الترتيب الوضعيه ديالنا انتم شفتوا حنا اوني ادي نيفو. هذا بالنسبه للكلاسمون، بالنسبه للسكور اوني ا 36 37 38 كان 40 وعاود كنهبطوا ايتترا. دونك هذا المستوى ديال لو سكور هو في الحقيقه مستوى تيعني بان المغرب هو في وضعيه ديال فساد
عامة ومعممة وكتعني سيستميك، يمكن نقولوا سيستميك، وما كاينش ما كاينش الآفاق ديال الخروج من هذه الوضعية. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. واخا كنعاودوها كل عام كنعاودوا الحجايه ديالنا وكنديروا الاقتراحات وكان هذاك، شكون يسمعك؟ بالنسبه ل 2022 كيف قلت لكم المغرب مع ماشي 13 ديال لي زاجونس اللي كيديروا لونكيت، كاينين سبعه. ودوبي توجور لي زونكيت اللي كيداروا على المغرب كيداروا من طرف سبعه ديال المؤسسات الدوليه، هما الاسماء ديالهم ايكونوميس انتيليجنت يونيت، جلوبال انسايت، وورد ايكونوميك فوروم، ايتترا. والنقطه 38 هي في الحقيقه المعدل، المعدل ديال هادو اللي كلهم. دونك عندنا كاين اقل نقطه هو اربعه ديال المؤسسات كيعطيونا اقل من 37، دونك راه قل من 38 المعدل. وكاين مؤسسات جوج كيعطيونا نقطه احسن، عندنا بي ار اس انترناسيونال كيعطيونا نقطه 50، وكاين وورد ايكونوميك فوروم كيعطينا 43. ولكن كاين مؤسسه منذ قديم كتعطينا تقريبا نقطه اوتور دو 29 29 30، هي فونداشن ترانسفورماشن اندكس، اللي كيعني بانه كاين تقييم اللي يمكن يكون أسوأ من النقطه المعدل اللي كاينه. ولكن حنا كناخذوا المؤسسات الدوليه كتاخذ بعين الاعتبار المعدل، دونك هذا هو اللي ندخلوا شويه بالنسبه للوضعيه ديال الدول العربيه ولا المنطقه ديال المينا ديال الافريك دو نور، باش نشوفوا بعض نكون عندنا فكره على الوضعيه ديال المغرب مقارنه مع هاد الدول. هنايا مثلا كيبان بانه المغرب عنده نقطه ديال 38، كاين دول بحال الاردن عندها نقطه احسن 47 على 100، كاين البحرين عنده 44، كاين الامارات 67، كاين العربيه السعوديه عندها 51. هي نقول لكم كاين بالنسبه لبعض الدول وبعد لي زاجونس كاين نقاش داخلي على بعض النقاط اللي كتعطى ولا لا، دونك ماشي. ولكن هذه النتيجه اللي عندنا حنايا، كاين دول بحال سوريا 13 16 ايتترا. دونك المغرب جا شويش في الوسط، ولكن كاين دول عربيه اللي عندها نقاط احسن، منهم تونس ومنهم الاردن مثلا. ولكن على العموم المنطقة ككل هي كتعاني من الاوتوريتاريزم وغياب الديمقراطية، وهذا عامل مشترك اللي كيجعل بأن حتى الفساد والوضعية الفساد على العموم غير جيدة. عندنا المنطقة ككل عندها نقطة معدل 38، دونك هي في الوسط ديال هذاك، دونك جلوبالمون ماشي طارحة مشكل. اللي يمكن نقولوا كذلك والاخوان اللي عندهم تحليل سياسي ومجتمعي ايتترا، كاين علاقه بين عدم تغيير الاشياء ومحاربه الامال ديال ما يسمى بالبرانتو غاب والعمل ديال المجتمع المدني ايتترا في جميع الدول العربيه وديال المنطقه، وهذا بحد ذاته مشكل. هنايا هذا الجرافيك كيجمع بين ترتيب ديال الدول المنطقه ديال اساسا الدول العربيه والنقاط ديالهم، وكتبان لكم هنايا بعض الدول اللي في مستويات جد عاليه ديال الترتيب، سافا دير تري مال كلاسي، كاين دول شويش احسن، وكاين اختلافات نوعا ما في هذا المؤشر بالنسبه للمنطقه. دونك هذا ستان جرافيك كيعطينا اي لو سكور اي لو كلاسمون. بغينا نتقاسموا معكم كذلك، لان حنا كنعتبروا اساسا بانه محاربه الفساد هي محاربه كتدوز من طرف مؤسسات ديمقراطيه اللي كتشتغل لا سيباراسيون دو بوفوار، القانون، دوله القانون، الحق القانون ايتترا. وفي هذا الاتجاه المؤشر ديال الديمقراطيه كيعطينا فكره على الوضعيه. هنايا مثلا المغرب من 2015 الى 2020
كان شويه واحد التصاعد ديال النقطه ديال الديمقراطيه، ولكن راه عاود هبط. ولكن على العموم المغرب على المستوى الدولي كلاسي دون زي سيتواسيون هيبريد اللي فيها لوتوريتاريزم وش ديري شكل خارجي ولا نوع من الخارجي ديال ديال فكره احترام بعض الديمقراطيه شيئا ما. ولكن الواقع حنا كنعرفوا حنا اكثر من هذه المؤشرات. ولكن اللي مهم هو ملي كتاخذ الدول المتقدمه اللي هي كذلك متقدمه بالنسبه للمؤشر ملامسة، عندك مستويات ديال النقطه ديالهم تطلع 9 ونص حتى 10 تقريبا ولا 8 ونص ولا 7 ونص حتى الدول ديال بحال لا نورفيج لا المانيا لا فرانس، المستويات ديال النقط ديالهم من ناحيه المؤشر ديال الديمقراطيه جد عالي. استاذ حنا اوني ان بيتي بو او نيفو ديال ديك لا موين اللي معكله شويه، هما واصلين لمستويات جد جد عاليه. هنايا حاولت نشوفوا كذلك شيئا ما المقارنه مع ما يمكن مقارنته، استاذ الدول الافريقيه. وهنا كتعطينا فكره، عندنا فكره على بعض الدول الافريقيه بحال دابا ليل موريس هي في الاول بالنسبه للدول الافريقيه عندها كلاسمون 19 بالنسبه على المستوى العالمي. البوستوانا 2، الكاب فيرد 3، السنغال اللي كان كنعرفوا عنده بعد هذاك عنده ترتيب احسن بالنسبه مقارنه مع المغرب. تونس عندها ترتيب احسن مقارنه مع المغرب، بالنسبه لتونس 8 على المستوى الافريقي ولا 12 بالنسبه للسنغال. المغرب عنده مرتبه 16 وعنده 95 على المستوى العالمي، هو ما يقارب تقرب من الانديس دو بيرسيبسيون دو لا كوربسيون 94 بالنسبه للكلاسمون مونديال، 94 على في الانديس دو بيرسيبسيون دو لا كوربسيون و95 بالنسبه للديمقراطيه. وهانتوما كتشوفوا بعض الدول الافريقيه كتعتبر عندها ديمقراطيه ولكن امبارفيت، ولكن المغرب حنا في وضعيه هيبريد اللي ما هكا ما هكا في الحقيقه والواقع اي لا براتيك On est dans un pays où la démocratie ne fonctionne pas. Hado, بعد les recommandations اللي كيداروا على المستوى الدولي، مؤشر ملامسة الرشوة كيتنتج وكيديروا تحليل، ومن ديك التحليل كيخرجوا بعض لي ريكومونداسيون على المستوى الدولي اللي حنا يمكننا نعتبرها تطبق وخصها تطبق على المغرب. Recommandation à l'échelle mondiale qui s'applique, moi je dirais parfaitement au Maroc. Awalan, renforcer l'équilibre et le contre-pouvoir, à l'échelle de tir de l'Albanade, éviter la dominance de certaines branches du pouvoir. Ce qui domine ou le sécuritaire, ou là il domine l'exécutif, ou là quelle est la place du législatif, quelle est la place de la société civile, etc. Donc l'équilibre des pouvoirs, des contre-pouvoirs, a dit une recommandation de Katrahman. Permettre aux journalistes d'investigation de la société civile de s'organiser et de faire leur travail. تمتيع الصحفيين والصحافه بحريه التعبير والعمل والتقصي اتسيتيرا اتسيتيرا. هذه نقطه جد مهمه واللي مطروحه بالنسبه للمغرب ومطروحه بحده بالنسبه للمغرب. Les gouvernements doivent respecter les attributions de décision des organes institutionnels, accorder leurs ressources aux agences de lutte contre la corruption, appliquer le droit à la loi d'accès à l'information. احنا عندنا قانون مثلا بالنسبه لوصول المعلومه، ولكن ملي كتحاول تشوف شنو هو كيطبق فيه ما كاين شيء. اولا هو فيه تغارات كبيره في البدايه لان لي زيكسيبسيون ابسوليو كاينين على الجهد، ولكن حتى ديك الشويه اللي كاين فيه في القانون فين هي لا بوبليكاسيون برو اكتيف ديال لي زانفورماسيون كونسيرنون الدوله والفينانس بيبليك اتسيتيرا لي مارشي بيبليك اتسيتيرا، كاين مشاكل كبيره. Appliquer le droit à l'acte, lutter contre le lobbying. Donc, le problème du lobbying, qui est un problème de la ou l'influence du lobbying sur le caractère siasi ou sur le masalih, etc. Le معنى ديالو هو la rente. L'alaka bin un système rentier, où il y a bien jamais le mustawad de la mouassassat, ou le masalih, ou le fassad, qui est un problème de la هذا معطيات بالنسبه لمؤشر ملامسه الرشوه. غن
لا وبعض المعطيات طفيفه على المؤشر ديال الديمقراطيه. بغينا نقدموا لكم كذلك المؤشر ديال الميزانيه المفتوحه، ما يسمى الميزانيه المفتوحه ولا اوبن بادجت ديال 2021 اللي حنايا ما قدمناه لكمش لانه عاد خرج. اخر ما قدمنا لكم هو كان 2019. الو هذا المؤشر هو جد مهم، والجمعيه خدمت عليه منذ كيف قلت من قبل منذ 2006، وساهمنا كنا من مساهمين في لي زونكيت ولا رياليزاسيون ديالو من منذ 2019 جمعيه اخرى ولا منظمه اخرى اللي كتشتغل معه على المستوى الدولي على هذا المؤشر. النقطه ديال المغرب هي 48 على 100، وكاين عندها المعنى ديالها من ناحيه ديال الوصول الى المعلومه ولا عدم الوصول الى المعلومه. قريب شويش من سنه 2017 لاميليوراسيون التحسين ديال الوضعيه مقارنه مع 2019 اللي كان النقطه هي 43 هي طفيفه، ولكن كتفسر بواحد الوثيقه اللي خرجوها رجعت في بيبليك، رجعت في بيبليك وغنعطي بعض التفسيرات عليها. ولكن المؤشر ديال الميزانيه المفتوحه فيه واحد دو سوز انديكاتور كي سون امبورطون. الاول هو ديال المراقبه ديال الميزانيه من طرف المؤسسات المعنيه البرلمان ولا كور دي كونت، والمساهمه ديال المواطنين في العمليه ديال الميزانيه من البدايه الى الاخر، سادير من ليلابوراسيون لو فوت ليكزيكوسيون لوديت اتسيتيرا. كاين واحد التقييم ديال هذه العمليه ككل، واش المواطنين كيشاركوا ولا ما كيشاركوش، واش عندهم المناسبه باش يساهموا ولا ما يساهموش، يعطيو رايهم ولا ما يعطيوش رايهم. هادو لي زانديكاتور. كيف كتشوفوا النقطه ديال لا بارتيسيپاسيون سيتويان الي اكستريمون فابل 7 على 100، لو كونترول ايغالمون ان بو فابل افيك ان نوت دو 46. هادو شنو هي المرجعيه ديال الميزانيه المفتوحه؟ المرجعيه هي واحد 8 الوثائق اساسيه اللي كيعتبروها لو سي دو بالعاد ديال الدول، خصها تكون اولا موجوده تتنتج واكسيسيبل للمواطنين. نمشي يمكن نمشي لو سيت المينيستير دي فينونس وندير الكليك وكنوصل لها، وبيان سور من بعد كيتطرح شنو فيها، شنو هما لو كونتوني ديالها، ولكن هاد الوثائق خصهم يكونوا هما لو رابور بريالابل او بيدجي، لو بروجي دو بيدجي دو ليكزيكوتيف، لو بيدجي ابروفي، بيدجي دي سيتويان، رابور اون كور داني، رابور روفي دو ميليو داني، رابور دو فان داني، رابور دوديت. علاش هاد الوثائق كلها؟ لان هاد الوثائق كتتبع العمليه ديال تهيئ الميزانيه الى اخرها جوسكا لوديت، وفي كل ايتاب خاص نورمالمون المواطنين يكون عندهم معلومه على الميزانيه وتدبير الماليه العامه. هنايا من 2010 هادو الوضعيه ديال هاد الوثائق، كاين اللي كان اما ما كيتنتجش ولا كيخرج افيك روتار، لان المعلومه خاصها توجد في الوقت، ماشي تعطيها دو زاني ولا تخوا زاني بلو تار كوم دي زارشيف. دونك هنايا الوضعيه اللي كاين هذاك هو اكسيسيبل او بوبليك ولا ما كاينش ولا اون روتار ولا نون برودوي، هادو هما هذاك اللي يعتبروا بانه ما كان اما كان نون اكسيسيبل هاد السنه هو رابور بريالابل او بيدجي اي لو رابور دو فان داني. ولكن ملي كندخلوا حيت هاد المؤشر ديال الميزانيه المفتوحه كيدعى على اساس واحد لونكيت فيها على الاقل واحد 130 سؤال دقيق اللي كتستعملوه في قراءه الوثائق، وكيحدد بالنسبه لكل مؤشر ولا السو مؤشر الوضعيه ديالو. هنا واخا عندنا نقاط بالنسبه لبعض الوثائق كاين اللي ما كايناش، ولا كاين اللي عندها نقطة مثلا البروجي دو بيجي دو ليكزيكوتيف عطينو ان سكور دو 50 ماشي 100%، واخا كيخرج واخا كيدوز من البرلمان، ما من ناحية ديال لا كاليتي ديالو النقطة ديالو ناقصة شوية. سي لا ميم شوز بالنسبة لا روفي دو ميليو داني اللي عندهم بعض الملاحظات عليها. لا روفي دو ميليو داني وسط السنة واش الوزارة المعنية كتعطي وثيقة كتقولها حنا فين وصلنا من ناحيه الميزانيه ديال البلاد.
بعض المعطيات مقارنه والوضعيه ماشي مزيانه على المستوى لا على المستوى العربي ولا على المستوى الدولي. هذاك لا ترونسبارونس على شان المونديال لا نوت موين 45. كاين بعض الدول عندهم نقاط احسن من المغرب بحال الاردن 61. رحنا دينا الملاحظه بالنسبه للمؤشر ملامسه الرشوه، كنديروا الملاحظه الثانيه بالنسبه للبيجي اوفير. المغرب 48، مصر 43، وكاين بعض الدول اللي الوضعيه بحال بالنسبه ما عطاوش هنايا. لا كاين السعوديه 23. السعوديه في لونكيت الاولى اللي درنا على الميزانيه المفتوحه كان صفر، ما عندهم حتى حاجه، بحال اللي الميزانيه ما كتعنيش المواطنين كاع. هي سي اون كيستيون دو ديسيدور ولا ديال لا. الوغ بغينا كذلك هذه المنظمه اوبن بادجت انيشيتيف اللي كدايرها على المستوى اللي كتكلف بهذه العمليه على المستوى الدولي، دارت حاولت دير واحد التحليل ديال الوضعيه ديال الكورونا والتعامل من ناحيه ديال الكورونا، الميزانيات اللي داروا الكورونا هنا. الوغ ايزون اكزاميني لو كا دو فون سبيسيال بور لا جيستيون دو كوفيد من ناحيه ديال الشفافيه ومن ناحيه الوصول للمعلومه. تقريبا شافوا الجانب ديال الشفافيه على العموم، وشافوا من ناحيه ديال التطبيق ليكزيكسيون اللي كتعني دي مارشي بوبليك اكسيتيرا. هانتوما كتشوفوا ليميتي بو مينيموم سيدير من ناحيه ديال الشفافيه ديال الميزانيه اللي كانت مهمه اللي تجمعت من لي دوناسيون اون بارتي ديال الميزانيه ديال الدوله اكسيتيرا. انا شخصيا تابعت هاد لو فون. لا ديرنيير بوبليكاسيون اللي دارت على هاد لو فون سيتي اون افريل 2020. بحرا جمعوا داك الشيء اللي جمعوا وعطاونا واحد الميزانيه بريفيزيونيل. انا توصلنا بهذه في 2000 افريل 2020 ومن بعد بس ما كاين حتى حاجه على هذا. الوغ كو ساجي دو مليار اي ساجي دو مليار كي كونسيرن لا في دي جون لا سانتي دي جون اتسيتيرا. اي دونك هذا تيتشارلو في هذا الديرني اكزيستيس كوم ان بروبليم امبورطون. يمكننا نعطيو الامثله كثيره. المغرب عاد عاش اخيرا لو مونديال وعاش الفرح اللي كان عند المغاربه، ولكن ملي كتبغي تعرف معلومه على لي ديبونس دون دومين دو سبور لا فيدراسيون رويال دو فوتبول اي ساجي دو مليار كي سون ديبونسي. كيفاش كيتصرفوا؟ كيفاش كيتعطاو اتسيتيرا؟ دونك تطرح مشكل. وهادو هي امثله، لان فين ما مشيتي كاين مشاكل بالنسبه للوصول الى المعلومه والمعرفه ديال هذاك. مثلا في لوا دو فينونس الاخيره ما عارفينش واش لوبيتال ابن سينا واش تباع ولا ما تباعش حقيقه، لانه الدوله تتخلص اللويي على هذاك باش تستعمل لوبيتال. دونك هي اشياء كثيره اللي المواطنين خصهم يعرفوها وما كاينش. ونورمالمون ديك الوثائق اللي مطلوبه خص ديك الوثائق تعطي هذه المعلومه للمواطنين باش يمكن لهم يكونوا في وضعيه. ما نهضرش على البرلمان، غنجيو للقضيه ديال الكونترول، لان لا اوسي ان بروبليم تري امبورطون كي سوبوز. كيكون في هذه الدراسات دائما دي ريكومونداسيون باش الاشياء تحسن، ولكن هذه لي ريكومونداسيون راحنا كنقولوهم دوبي لونتون، ماشي حاجه جديده. نقولها Le Maroc devait accorder la priorité aux actions suivantes, publier en ligne le rapport préalable au budget, le rapport de fin d'année dans les délais, inclure dans le projet de budget de l'exécutif des informations d'Afrika, les estimations pluriannuelles des dépenses et des recettes, des informations concernant la dette, des informations concernant les nouvelles politiques proposées qui affectent les recettes, etc. Donc, il y a des choses d'Afrika. Améliorer l'exhaustivité de la revue de milieu d'année. La revue de milieu d'année, c'est-à-dire la mise les têtes de la de la fosse de l'âme, ne pas d'abord, mais donc, il y a des choses qui sont très D'abord, le contrôle. Le Parlement maghrébi souhaite. على ليتا دورجونس صوت
قانون ديال ليتا ديورجونس في مارس 2020 الى حد الى اوجوردي اليوم هذا القانون مازال ساري العمل في الدول الديمقراطيه. دونك هذا الشيء باش نكونوا واضحين. Une commission parlementaire doit examiner le rapport d'audit et publier un rapport avec ses conclusions. Il y a un loi qui est dit واحد القانون كومون سفير سفير قبل كان كي يسو بوبلي il était publié 7 ans 8 ans après ما عنده حتى معنى ودابا كيدار ولكن كيدار très agrégé يمكن اللي كيصوتوا عليه في البرلمان ما كانوش معنيين كاع به باللي ملي هذاك دونك يا دي بروبليم في الحقيقه لوديت خصها دار من طرف اون انستيتيوشن انديبوندون ماشي اللي هي امبليكي في ريكومونداسيون ادريسي على كور دي كونت. La Cour des comptes devrait accorder la priorité aux actes. المهم كاين لي ريكومونداسيون لا كور دي كونت بينهم ليدي كو المجلس الاعلى للحسابات خصو يكون اكثر في اتجاه ديال المراقبه والمساهمه ديال المواطنين في لا بروسيدور ولكن كيعتبروا بان رئاسه ديال المجلس الاعلى للحسابات هي نو انديبوندونت لان سي ليكزيكوتيف اللي كيديرها تما ليكزيكوتيف الحقيقي وكيمكن له يزولها ولا يردها ملي كيبغي. اور اون انستيتيوسيون دو كونترول دو سو تيب لا دوا اتر انديبوندونت. دونك كيقترحوا باش يكون لا نوميناسيون ديال لا بريزيدونت لا كور دي كونت يكون فيها واحد النوع من المساهمه ديال البرلمان ولا المؤسسات التشريعيه اللي كوم سا سا اريف دون سارتان باي كوم اوز ايتازوني اكسيتيرا. و بون تقريبا هذا الشيء هو الاشياء اللي كان عندي ما نقول لكم. غنعاود نشعلو ولا كان شي حاجه في النقاش نتذكروا عليها.